السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سلوى من قناة تفانين سلوى محي الدين. ازيكم كلكم؟ وحشني والله أصدقائي ومتابعيني. أتمنى يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة أنا هعمل تابلو، يعني فرعوني شوية من القدماء المصريين. عندي كده بردك من إعادة التدوير، عندي كده سبورة قديمة كده بتاعت أحفادي، وعندي صورة للماسك أو بتاع توت عنخ آمون. أنا شفته من كتابة عندي كده على ورق شفاف أو ورق شفاف كده، ورق بردك أنا بستخدمه اللي هو بيبقى في الصناديق بتاعت الكوتشيات، كله إعادة تدوير. شفيته وبعد كده هاجي على شفاف وبس. انا هشتغل بصوابعي، ببقى بحس كده ان هي حساسة اكتر، برتاح اكتر، علشان كمان ايه احاول اوزع الغيرة على كل مكان. ده غير ابيض بدهن بيه اللي هي السبورة القديمة دي، او حتة خشب او حتة كرتونة او حاجة، او ده التابلو يعني. وببتدي الزق عليه بقى الورقة اللي هي يشف عليها القناع بتاع توت عنخ آمون. بعد كده بقى بسيبه ينشف كويس كده. انا عملته كله، لزقته بالغيرة بقى هو والصندوق والقناع حتة الصورة والتابلو اللي هو عليها قطعة واحدة. ده بقى عندي هبتدي بقى هنا ايه بالاسترسات والخرز والحاجات، هبتدي انقش بقى القناع. هو طبعا القناع بتاعه ذهبي وفي حاجات تانية، بس انا ايه هنعمله بقى بالطريقة اللي انا عايزة اعمل التابلو بيها، يعني هتشوفوا معي. ده استرسم اللي انا دايما بستعمله الذهبي، وهبتدي بقى ايه الزقه على القناع بالشكل ده بالغيرة كله. انا استعمل الغيرة، الغيرة هنا امتن، عادة الغيرة بيبقى امتن، اما بستعمل المسدس وانضف، لان الغيرة الابيض ده اول ما بينشف الصورة بتاعته ما بيبنلوش اي اثر غير الشمع، بس انا بستخدم الشمع في اغلب الحالات علشان سرعة الفيديو، علشان ما بياخدش وقت في الجفاف بتاعه. لكن هنا انا هعمل التابلو بقى براحتي وبمزاج كده، فانا عايزه اعمله ايه بالغير الابيض. اهو بقيس بقى كل قطع قطع اهو من الاسترس، واقطع علقتها عشان اعمل الحته الفوقانيه دي من قناع توت عنخ آمون. انا اول مره اعمل حاجه فرعونيه، وانا بحب او حاجه للقدماء المصريين بلاش الفراعنه. بحبهم يعني جدا، وبحب الحضارة بتاعهم أجدادنا. وطبعا إن شاء الله بردك أنا حاول أعمل حاجات كتيرة إيه من الحاجات، الصور كتيرة هحاول بردك أعملها بعد كده. كمان أنتوا لو حابين أي حاجة وعايزيني أعملها قولوا لي اقتراحاتكم برضو للقناة. اللي عايز أي حاجة إعادة تدوير يقول لي يكتب لي في الكومنتات ازاي عايز اعادة تدوير لكذا للحاجة دي، وانا معاكم وهعملها اعادة تدوير. وبرضك تقولوا لي اكتر حاجة بتعجبكم ايه في الحاجات اللي انا بعملها، او اللي ما بتعجبكمش برضو مفيش مشكلة، يعني ناخد وند مع بعض، لان انا طبعا يعني ايه ما تعرفوش يعني لما التعليقات منكم والكومنتات دي بتسعدني قد ايه، يعني بتبقى حافز لي اكتر من اي حاجة. اهو بحاول قدر الامكان، هي حاسه ان الصوره صغيره شويه، بس قدر الامكان بقى لسه بردك احنا بنتعلم والامكانيات شويه، بس اهو على قد ما بنقدر يعني.
بحاول اكمل الماسك كده من فوق القناع برده كله لغايه دلوقتي انا شغاله ستراس. بكمل الراس كلها، بدهن اللي بدهنه دون طبعا الغير الابيض زي ما اتفقنا. ميزة الغيرة بقى انه بعد ما بينشف ما بيسيبش اي اثر، وهتشوفوا بعد التابلو لما يخلص هتشوفوا ان هو بقى شكله جميل جدا ان شاء الله، يعني يا رب يعجبكم. الشكل ده اهو بحط بردك كل ده وانا بلزق الاستراس، بس بحاول بردك ايه الفيديو ده ممكن يكون طويل شوية بس عشان ايه هي الدقة، بس في قص الاستراس ان انا بقيس على قد المسافة واحط الاستراس. بس كده ف بردك اهو بقيس وبحط بحاول ادوس عليها والزقها كويس اهو، اقصها على قدها وبعدين الزقها كويس عشان ده تابلو هيتعلق بقى ويفضل فترة طويلة، يعني ما يقعش منه الاسترس ولا حاجة. وبعدين انا بلزق بحاول الزق بالغيرة الابيض مش مخففة زي ما هي تقيلة علشان تمسك كويس في نفس الوقت تجف معايا بسرعة عشان اعرف اكمل التابلو، عشان انا كل شوية بقطع الفيديو علشان ينشف او كده لا، فبحاول قدر الامكان ان انا اعمله في وقت يعني اقصر. كل ده انا في الراس، دي بقى اللي هي تحت الاسترس ده اللي هي من فوق، دي اللي هي الكوبرا اللي على ال دي برضه هنحاول نشوف لها طريقة كده نعملها بيها. دلوقتي انا بحاول احدد برضك بنوع تاني من الاستراس، بحدد بقى ايه الراس كده من فوق بتاعت القناع كده، بلزقها برضه كده اديني برضك بنفس الطريقة، ونوع تاني من الاستراس برضو اقص بردك وابتدي الزق. لزقت كده ثبتها كويس واخدت اديتها خليتها تاخد الانحناء بتاع القناع كده، ومن فوق برضو نفس الشيء. وقصيت بردك على قدها بالشكل ده، بثبتها خليها تاخد وضعها، هنا مش لازقة كويس هبتدي ألزقها. ده ميزة الغيرة ان انا بقدر لو مثلا حاجة مش مظبوطة بعينها وارجع ألزقها تاني او اظبطها وكده. ده
دلوقتي انا عايزة اعمل الدقن اللي هي بتاعت القناع بتاعت توت عنخ امون. هي بتبقى عبارة عن قشيرة كده، فانا بحاول يعني كده الف استرس كده فضي حوالين بعضه مع سلسلة صغيرة او حاجة عشان تديني بس شكل الدقن. بالفعل كده ادتني شكل الدقن. وايه اهي بالشكل ده انا عملت الدقن. فاضل بقى ايه اللي هي الحرمله اللي قدام اللي على الصدر دي والكتف هنا كده. ده نوع تاني برضك عندي من الاسترسات. دهنت المكان كله بالغير الابيض كده، يعني مش عايزين تعملوا بصابعكم اعملوا فرشه يعني، بس عشان الغير تقيله الفرشه هتبقى صعبه فيها، وانا حاسه ان انا ايدي بحس بيها اكتر يعني على الحاجات دي، عشان انا عايزه كل مكان يلزق كويس. الفرشه هتتعبني بقى في الغير التقيل، وانا عايزه غير تقيل عشان اللوحه تنشف بسرعه. اهو كده ده على شكل وردات صغيره. لزقته برضو كده، بقيس على قد المكان نفس الشيء ولزق. انا برضو كنت لزقت بقى على المعرفة دي لولي، خرزت لولي، مش عارفة الحتة دي اتقصت من الفيديو، بس هي على المعرفة دي في خرزات لولي. انا حطها نص لولي نص لولي كده، هو المفروض كله ذهب، بس انا ايه حبيت اشوف الرؤية بقى بتاعتي اللي انا عايزة اظهره بيها، فعملتها المعرفة هي بخرزات اللولي. بحاول اكمل كل جزء بالاستراس وبالحاجات التانية كده بالشكل ده. بعد كده بقى انا عندي ايه دخت اسود، هحاول اعمل كم فراخات مع بعض علشان احدد بيهم العينين والحواجب والانف، احدد الوش بتاع القنوع بالشكل ده بردك بالغير. نجي الودن بردك كده بنفس الطريقة بالخيوط. منتهى السهولة ومنتهى البساطة. والعين نفس الشيء، العين الفرعونية المشروطة دي نفس الطريقة. هحاول بردك ايه اعملها حاول اظبطها بالظبط على قدها. زودت كده. بعد كده بردك نفس الشيء بالنسبة للأنف. معلش بقى الفيديو مطول عليكم شوية، بس أنا والله أنا استغرقت فيه، مش قادرة أقول لكم ساعتين وأنا بعمله أكتر من ساعتين، فاختصرت قدر الإمكان يعني. دلوقتي انا بعين الزياده اللي هي بتاعت الشفاف اللي هي ما لزقتش دي، بتبقى سهله جدا لان هو نشف ولزق كله. بحاول انضف على البرويز كده على التابلو. وده بقى عندي خيط مكرميه كده، او لو بخيط خيش عادي هحاول ايه احدد
التابلو من بره حوالين القناع. اهو بقى ده بقى مسدس الشمع، ممكن برضو بالغيرة، بس انا برضك كده لقيت يعني مسدس الشمع برضك اسرع شوية، هيكون عملي في النقطة دي اكتر بالشكل ده. بالشكل ده هفضل بقى اهو كده معاه، واحاول برضك الزق كويس. طبعا خلوا بالكم مسدس الشمع لان اللسعة بتاعته بتبقى جامدة جدا. بالشكل ده هكمل بقى، هتيجي بقى في الحتة اللي هي الزنقة دي برضك، هنشوف هنكمل ازاي عشان يديني بعد كده للتابلو. بالشكل ده تيجي بقى ارجع تاني عشان الحتة التانية الضيقة دي خلاص خلصت كده، ما عادش يخش فيها خيط، فهرجع بقى بالخيط من غير ما اقطع اكمل. كملوا كده وابتدي بقى انا احدد الوش هنا الاول عشان بعد كده ايه احدد الملام، بعد كده اشتغل براحتي بقى كده كأني برسم كده ايه الأرضية بس بالخيوط. بالشكل ده جيت لغاية هنا برضك هكمل. بالشكل ده كأني حددت التابلو عفوا بعد كده بقى حبيت اسيب حتة كده تكسر حدة اللون. طبعا لف الخيط بالشكل ده ادى عمق للتابلو. دي تربتريه حمرا كده بس اهي تبين البق، ومن فوق انا هسيب الحته دي كده، حاول ادهنها لون تاني تكسر حتة. ده عندي دهنتها بالغرا، وده عندي جليتر لونه احمر عملتها بيه. بعد كده انا بين الاسترس وده كله عندي جليتر الذهبي ده، هعمل بيه الوش واعمل بيه بقية الحوا في الفروات اللي هي بين الاسترس وبعضه.
عندك كده ايه، حتة الألومنيوم دي ورق فويل، دي بعملها ببرومة كده وبعملها على شكل كوبرا، بس هدهنها غيرها برضو كلها، وهعملها برضو باللون الايه الذهبي. ده هو ده عندي كده اللي هو الجليتر، هغمسها فيه فتطلع كلها دهن الجليتر، وحط له اللي هو الكوبرا اللي هي في التاج بتاعه بالشكل ده. وده بقى كده شكله النهائي، فاضل بس ان انا اشتغل شوية بقى في، عايزة اوضح العينين شوية. بوضح برضو، لقيت ان انا ايه احاول كده اضيف حاجة تبرز الماسك. ده عندي استرس كده الماس، الماس كداب يعني مش الماس بجد. تيجي كده احاول اعمله كده حوالين ال يعني كأن البرواز يديله عمق شوية. بمسدس الشمع طبعا اسهل حاجة فوق الخيط، وبالشكل ده واحدة واحدة كده عشان اظبطه. بالشكل ده من الاربع جهات. على فكرة البرواز شكله تحفة جدا، بس التصوير يعني مش عارفة بقى، مش بارزه زي الحقيقة. يتني معه بالشكل ده لغاية لما يخلص كده للآخر، وابتدي أقص بالمقص. بس كده ده بيكون ايه الحتة اللي حوالين البرواز. فاضل بقى ايه منظر السبورة اللي من بره، اللي هو حتتين الخشب اللي من بره دي طبعا لازم نغيرها. دي الحتة اللي انا عملتها دي من جوه، حسيت انها كسرت حدة اللون اللي معرفش، تبقى حاسة كده ان هي ايه زي لوجو ولا حاجة للتمثيل للماسك. ده بردك كان عندي عقد خرز كده، بردك لفته حوالين الماسك، بس حسيت ان هو هيبقى شكله احلى حطيته. وبيتباع فروع كده عادي، حبيت امشي بيه كده حوالين احدد بيه قطع حاجات معينة في الماسك. طبعا انا رجعت القاهرة تاني، القاهرة فيها وهوت الكلاب والكلام ده كله يعني. الاول لما كنت هناك مش هنا ما كانش فيها هوا بتظهر في صوت الفيديوهات، هنا بقى الهوا والدوشه.
بس ده بقى الشكل النهائي بس. وبحاول احط اطار كده بره على البرواز الخشب من الخيط تاني بلون تاني. ده الشكل النهائي ليه، واتمنى يعجبكم. تعملوا اشتراك ولايك وكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.